هشام فايق يا جماعه لاعب الفيصلي السعودي، هشام فايق ونادي الزمالك، لاعب وسط الفيصلي السعودي يا جماعه، وانتقاله الى نادي الزمالك. في مفاوضات ما بين اللاعب ده وما بين نادي الزمالك. اللاعب بيلعب في مركز خط الوسط، الزمالك متمسك بيه جدا ومقتنع جدا جدا باللاعب، وبنسبه كبيره اللاعب بدايه الموسم الجديد هيكون احد لاعبي نادي الزمالك. واي جديد هتلاقوه هنا على قناتي، عشان كده يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.